طبعا يعني كرة القدم مليانة حاجات حلوة كتير، ولكن في بعض الأحيان برضو ساعات الواحد بيتفاجئ في ماتش من الماتشات بأن في بونت كده حصل ملوش لازمة ويندرج تحت بند الـ يعني العنصرية. الحقيقة المفترض أنها لعبة بتوحد الناس مش تفرقهم، عشان كده أي تصرفات عنصرية بتكون مرفوضة تماما. أنا بكلم حضراتكم عن اللي حصل في مباراة فالنسيا وقادش ضمن مباريات الدوري الإسباني، لما غادر لاعب فالنسيا ملعب المباراة في الدقيقة 33 من عمرها بعد اشتباك ديكابي لاعب فالنسيا وإخوان كالا لاعب قادش، وتوجه يعني توجيه كالا تعليق عنصري ضد ديكابي، وده خلى لاعب فالنسيا او لاعبي فالنسيا بالكامل ينسحبوا من المباراه تضامنا مع زميلهم في الفريق ديكابي اللي تعرض لاهانات عنصريه بسبب بشرته السمراء، ودي مش اول مره تحصل وحصلت قبل كده يمكن عشرات المرات. بناء على طلب ديكابي نفسه عاد لاعبي فالنسيا للملعب مره ثانيه بعد نص ساعه من الانسحاب، بناء على طلب زميلهم اللي ظهر وهو متاثر وهو يبكي بحسب بعض الصحفيين اللي كانوا متواجدين في ملعب المباراه، وكمان طلب انه يتم استبداله بعد يعني ما لاحظ انه مش قادر يكمل عدم قدرته على استكمال اللقاء. طبعا يعني شيء ملفت جدا للنظر ومدهش وغريب انه يتم استئناف المباراه مباراه فالنسيا وقادش بعد اخراج مختار ديكابي اللي هو شخصيا اتعرض للاساءه العنصريه في الوقت اللي بيكمل فيه اللاعب اللي اعتدى عليه، بيكمل اللقاء عادي جدا وكان مفيش اي حاجه. لكن نرجع تاني ونقول يعني العنصرية مرفوضة بكل الأشكال في أي شيء في حياتنا، سواء في كرة القدم في غير كرة القدم، وطبعا أكيد هنتابع مع حضراتكم إن شاء الله أبعاد هذه الواقعة في الأيام القليلة القادمة. طيب